السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما معكم بالعيد المتاجي الناطق الرسمي لعصبة الدار البيضاء سطات، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية منتدى در السلطان الأبطال إخوان الودي، والإنجاز كبير ضمن مسابقة طنطان الوطية. ونشوفوا الأبطال ديالنا كيفاش شهدت المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالكم في هذه المسابقة الإخوان الودي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أخ بالعيد، شكرا على الحضور ديالك معنا. بالنسبه للمسابقه دازت في اجواء قاصحه، بن الحمام دار واحد المجهود والحمد لله ربي ما خيبناش. الحمد لله. والتوقيت الاخوان للاعلام في الديكلاراسيون 7:31 وكنتي حاضر في الديكلاراسيون؟ حاضرين، فقنا كريم على الفجر، صلينا الفجر وطلعنا توكلنا على الله. الحمد لله. وهذه هي الحمامه اللي اعلنتوا بها كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذه هي الحمامه المعلن عند الابطال اخوان الودي عن جمعيه منتدى درب السلطان، وهذا النمر السكري ديال الجمعيه وهو 19-42. مبروك عليكم، ديكلاراسيون صحيحه 100% الاخوان الودي. وبالنسبه لهذه المسابقه كنتوا استعدتوا بما فيه الكفايه؟ كسلا ما استعديتيش ما غدير والو، خصك تساعد وتبريباري مع الحميمات وتخدم معاهم وتريني باش ديكلاري مع الاوائل. داكشي اللي كاين. ربي ما خيبناش. مبروك عليكم وتكونوا من الاوائل سواء بجمعيه منتدى درب السلطان وايضا عصبه الدار البيضاء ان شاء الله. وشوفوا الاخ ديالك بالنسبه لكم الاخ شحال من حمامات ديتو الاخ هو الوالد؟ 18 حمامه. وشحال استقبلتوا من حمامه في هذا؟ 12 حمامه. 12 حمامه. انت متفق مع خوك في التحضير ديال الحمام لهذ المسابقه؟ ديما حاضر معاه؟ ديما كنديروا بروغرام. الحمد لله. والهوايه ديال الحمام السباق اش من سنه بديتو بهوايه الحمام السباق؟ نقول لك راه 2002 اول عام لعبت زاكوره جاب الله تيسير. دوزيام. دوزيام في زاكوره. بارك الله. وبالنسبه لهذ السلاله الاخ وادي لك الممكن؟ الاب بلجيكي والام هولنديه. بلجيكي؟ بلجيكي وام هولنديه. ام هولنديه. واش من سنه هذا؟ 2015. 2015 باقا شربوا راه ياك؟ صغير. الحمد لله. وتقريبا استعدتوا بما فيه الكفايه في هذا الاسبوع؟ ضروري. الحمد لله. مبروك عليكم. مبروك. مبروك. كنتمنى التوفيق لجميع الموالين، خصوص الاخوان اليونسي وحسين ديالنا لا تيليب، حسين كيوني. تحيه ليه وتحيه لجميع ابطال ديال الراندو بشعيب وكراندو، تحيه ليهم من المنبر مباشره عند الابطال ديالنا اخوان الودي اللي تيكونوا بالاوائل في جمعيه منتدى درب السلطان، ونتيجه لا باس بها ضمن عصبه مدينه الدار البيضاء في هذه المسابقه ديال مدينه طنطان الوطيه. مبروك عليكم ومستعدين للمسابقه المجيئه للاخوه ديالنا. ان شاء الله ديروا واحد المجهود ان شاء الله مع الحميمات ويا ربي ما تحشمش. الحمد لله. شي تحيه غتقدمها للاخوه اللي كتعرفهم سواء في مدينه الدار البيضاء او خارج مدينه الدار البيضاء. نتمنى لهم التوفيق ونسلم على الاخ صديف فيصل في الديار المقدسه لفرنسا. الحمد لله. مبروك عليكم ثانية ومبروك لجميع الأبطال ديال منتدى درب السلطان. نشكركم بزاف الإخوان ديالنا إخوان الودي عن جمعية منتدى درب السلطان، وأيضا بالأبطال ديال عصبة مدينة الدار البيضاء في المسابقة ديال مدينة الوطية. للإخوان ديالنا بريباريتو الحمام بما فيه الكفاية وديكلاريتو مزيان في المسابقة هذه، ولو كانت المسابقة جد حرجة بعد كارثية وكارثية جدا. هذاك الشيء اللي كاين، الظروف المناخية الصعبة خايبة صعبة ونزلة في البحر خايبة ما بقى ما غنتكاتش. واش غادي؟ الحمد لله. هذه هي الهواية ديال الحمام السباق، هذا الشيء اللي كاين. وتشكركم بزاف على الديكلاراسيون اللي بدلتيها اليوم، ودائما معكم بالعيد المنتجي الناطق الرسمي للعصبة الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. هذا كل ما يتعلق عند الابطال ديالنا اخوان الودي، ابطال جمعيه منتدى درب السلطان وابطال عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. الى هنا نستودعكم الله وفي امان اللقاء بكم مره اخرى ومع بطل اخر ومع مسابقه اخرى في امان الله.